أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عزمه الترشح لاستضافة نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للسيدات 2026، ومن المقرر أن يتقدم الاتحاد السعودي للاتحاد القاري بملف متكامل مدعم بالمتطلبات والشروط كافة يتضمن الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية والإقليمية التي استضافتها المملكة على مدى الأعوام القليلة الماضية وحظيت بإشادات عالمية. أكد رئيس اتحاد القدم ياسر المسحل أن الرغبة في استضافة البطولة تأتي من منطلق تحقيق قفزات جديدة في ميدان كرة القدم النسائية في المملكة، والتي شهدت الأشهر الماضية انطلاقتها رغم حدثة عهدها.